حبيب الأحوار الأحوار ويعزاني ويعزى الأجبان الله 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 الله. يا سلام يا سلام، مغنى صنعاني جميل سجل في عدن. الإمام يحيى حميد الدين كان مانع الموسيقى تماما في صنعاء، هاجر الموسيقيين اللي في صنعاء إلى عدن، اشتغلوا هناك وسجلوا لما بدأت التسجيلات أواخر الثلاثينات في اليمن، ودي قصة ليها حلقة مستقلة إن شاء الله. النهاردة الكلام عن محمد الماس، يبدو انه من عيله فنيه، ابنه ابراهيم الماس من اشهر اللي غنوا بعدين في اليمن، كمان في عبد الرحمن الماس. الاصول زي ما بيقول ابراهيم الماس من كوكبان، لكن الاكيد انه محمد الماس تعلم هذا الفن في صنعاء وبرع فيه، وغنى على الاله الوحيده تقريبا الموجوده انذاك اللي هي القنبوس، اللي هو العود القديم، يعني العود اللي هو كان وشه من الجلد. وان شاء الله هيكون له حلقه مستقله. اللي سمعناه غزيل الانس الربيب، مكتوب في شكل الموشح الحميني اليمني، اللي هو شيء كده جميل خالص بين الدارج والفصحى، وسمعنا في أوله عزف جميل على القنبوس. تعالوا نسمع نموذج آخر فيه عزف أسرع، الإيقاع أسرع، ونلحظ التوافق العضلي بين الإيد اليمين اللي ماسك المضرب، والمضرب على فكرة من ريشة من جناح النسر، والإيد الشمال تستحضر النغمات عفقا بأصابعها، ونشوف سرعة الريشة وانتقالها بين الأوتار على قلتها أربعة، لكن استحضار ما يشاء من نغمات حتى أثناء الغناء. يا سلام، لهجة شبه مندثرة لولا اللي رجعوا أحيوا القنبوس في أواخر القرن العشرين. حتى ابنه إبراهيم الماس غنى على العود الشرقي، العود المعاصر يعني، اللي هم يسموه في اليمن عود الكبنج، يمكن تحريف للكمانجة، العود الذي يعزف مع الكمانجة. رحل محمد الماس عن عالمنا سنة 1953، سجل سنة 39 وسنة 40 على شركتي أوديون والتاج العدني. النموذج اللي هنسمعه مع آلة إيقاع، وهو ختام نفس الموشح الحميني اللي سمعناه في الأول. شفنا في الأول العود القنبوس هو اللي ماسك الإيقاع تماما. لما يكون في آلة إيقاع، هل سيتوقف الضغط الإيقاعي للقنبوس؟ رأيي أنه لم يتوقف، فالحال هو نفسه بآلة الإيقاع وبدون آلة الإيقاع، لكن آلة الإيقاع زيادة للزخم الإيقاعي عند السامع. نختم وإن شاء الله ربنا يعوض علينا بأمثال محمد الماس. ويكم 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 وكم عشجان ويكم 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 وكم عشجان هبي أنا سيم للحبيب مني مسكي المباسم حالي أتتني مسكي المباسم حالي أتتني كيف علي وسلم